الحمد لله رب العالمين والصلاه والسلام على افضل الانبياء والمرسلين اما بعد اسال الله جل وعلا ان يسعدكم في دنياكم واخراكم وان يبارك لكم في جميع اموركم وان يستعملكم في طاعته وبعد هذا درس جديد من دروسنا في قراءه مختصر صحيح الامام البخاري ورحمه الله تعالى نتحدث فيه عن كتاب سجود القران وذلك ان عددا من الايات القرانيه شرع للعباد ان يسجدوا لله تعالى عند قراءتها وقد اختلف اهل العلم في حكم سجدات التلاوه والجمهور على انها مستحبه وانها غير واجبه لأنه قد ثبت أن النبي صلى الله عليه وسلم مر بها فلم يسجد وذهب بعض الحنفية إلى وجوبها والقول الأول أقوى كما اختلفوا في عدد هذه السجدات ما بين من جعلها عشر سجدات ومن جعلها خمس عشرة سجدة ومن امثله ذلك اختلافهم في سجده صاد حيث قال الجمهور بانها مشروعه وخالفهم الامام احمد رحمه الله تعالى كما ان المفصل فيه ثلاث سجدات سجده في سوره النجم في اخرها و سجدة في سورة الانشقاق وسجدة في سورة العلق قد قال طائفة من أهل العلم بعدم مشروعية السجود فيها كما اختلفوا في السجدة الأخيرة من سجدات سورة الحج وكذلك وقع اختلاف في سجدة سورة فصلت هل تكون بعد الايه التي فيها ذكر السجود كما قال مالك او هي بعد الايه التي بعدها كما قال الجمهور ولعلنا ان نستعرض عددا من الاحاديث التي وردت في سجود القران فليتفضل القارئ مشكورا بارك الله فيه الحمد لله رب العالمين واصلي واسلم على اشرف الانبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين اللهم الهمنا رشدنا وقنا شر انفسنا اللهم اغفر لنا ولشيخنا ولوالديه وللمسلمين قال الامام البخاري رحمه الله تعالى كتاب سجود القران عن ابن مسعود رضي الله عنه قال اول سوره انزلت فيها سجده والنجم قرا النبي صلى الله عليه واله وسلم سوره النجم بمكه فسجد فيها وسجد من معه خلفه فما بقي احد من القوم الا سجد غير شيخ من القوم اخذ كفا من حصن او تراب فرفعه الى جبهته فسجد عليه وقال يكفيني هذا قال عبد الله لقد رايته بعد ذلك قتل كافرا بالله وهو اميه بن خلف يعني في هذا الحديث مشروعيه سجدات القران وان من تلك السجدات سجدة سورة النجم وهي في اخرها وفي الحديث مشروعيه قراءه القران بصوت جهوري عند مجامع الناس كما كان النبي صلى الله عليه وسلم يفعل وفي الحديث مشروعيه سجود التلاوه عند قراءه القران عند مجامع الناس وفي الحديث من الفوائد ايضا ان الاعراض عن السجود ليس من الامور المناسبه وفي الحديث بيان ما لقيه رسول الله صلى الله عليه وسلم من التكذيب والقتال من قبل قومه. نعم. احسن الله اليكم قال عن ابن عباس رضي الله عنهما قال: صاد ليس من عزائم السجود وقد رايت النبي صلى الله عليه وسلم يسجد فيها. هذا الحديث فيه ذكر سجده الصاد. وكأنه قد أشار إلى الاختلاف فيها فهل هي سجدة سجدها داوود عليه السلام وكان ابن عباس يرى أنها ليست من عزائم السجود ولذا لم يرى أحمد السجود فيها وقد ورد عن الحنابلة أن من قرأ سورة صاد في الصلاة لم يجز له أن يسجد في هذه الآية برع بعضهم إبطال الصلاة بذلك والجمهور يرون مشروعية سجدة التلاوة عند آية صاد وقد قالوا بأن الحديث حجة في ذلك وذلك أنه قد أثبت في الفعل النبوي أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يسجد في صاد واذا تعارض المنقول من فعل النبي صلى الله عليه وسلم وراي الصحابي قدم المنقول عن النبي صلى الله عليه وسلم. ثابكم الله قال عن ابن عباس رضي الله عنهما ان النبي صلى الله عليه وسلم سجد بالنجم وسجد معه المسلمون والمشركون والجن والانس. يعني في هذا اثبات مشروعيه سجود سوره النجم وان النبي صلى الله عليه وسلم قد سجد فيها وفيه مشروعيه قراءه القران في مجامع الناس ولو كان فيهم غير المسلمين وفي الحديث سجود المسلمين مع المشركين مع ان المشرك نجس ليس له وضوء صلى الله عليكم قال عن زيد بن ثابت رضي الله عنه قال قرات على النبي صلى الله عليه وسلم والنجم فلم يسجد فيها في هذا دلاله على ان سجود التلاوه ليس من الفرائض وانما هو من المستحبات لكون النبي صلى الله عليه وسلم قد قرات عليه السجده فلم يسجد فيها والناس بالنسبه للسجده لمن سمع قراءة آية السجده على ثلاثه انواع القارئ فهذا يستحب له السجود والمستمع وهو الذي قصد الاستماع وهذا ايضا يستحب له السجود والثالث السامع من ممن وصل الى سمعه آية السجده ولم يكن قاصدا للاستماع فهذا جماهير أهل العلم على أنه لا يسجد للتلاوة ثابكم الله قال عن ابن عمر رضي الله عنهما قال كان النبي صلى الله عليه وسلم يقرأ علينا السورة فيها السجدة ونحن عنده فيسجد ونسجد معه فنزدحم حتى ما يجد أحدنا موضعا لجبهته يسجد عليه في الحديث ذكر مشروعيه سجود التلاوه وفيها قراءه الانسان الايات القرانيه بمجمع وحضور ممن يستمع لقراءته وفي الحديث من الفوائد مشروعيه سجود التلاوه للمستمع لتلك التلاوه وفيها ذكر الحكم عند ازدحام الناس إذا قرأ الإمام السجدة وبيان حكم من لم يجد موضعا للسجود مع الإمام أثابكم الله قال عن ربيعة بن عبد الله بن الهدير التيمي أن عمر بن الخطاب رضي الله عنه قرأ يوم الجمعة على المنبر بسورة النحل حتى إذا جاء السجدة نزل فسجد وسجد الناس حتى اذا كانت الجمعه القابله قرا بها حتى اذا جاء السجده قال يا ايها الناس انا نمر بالسجود فمن سجد فقد اصاب ومن لم يسجد فلا اثم عليه ان الله لم يفرض السجود الا ان نشاء ولم يسجد عمر رضي الله عنه ربيعه بن عبد الله التيمي ينتسب الى بني تيم وهم قبيلة أو فرع من قبيلة قريش من جماعة أبي بكر الصديق، وقوله قرأ عمر يوم الجمعة على المنبر بسورة النحل، فيه مشروعية قراءة الآيات القرآنية على المنبر سواء في خطب الجمعة أو في غيرها، وفي الآية أن من خطب فمر بآية سجدة استحب له أن يسجد وان يسجد الناس معه وفي الحديث سجود المستمعين للتلاوه عند سجود القارئ وفيها ان القارئ اذا لم يسجد عند ايه السجده لم يسجد المستمعون لمرور ايه السجده وفي الايه من الفوائد ايضا التنبيه على عدم وجوب المستحبات بتركها امام الناس من اجل ان يعرف الناس حكمها وعدم وجوبها وفي الحديث ان المستحبات لا اثم على تاركها وفي الحديث ان من كان يريد ان يسجد استحب له واصاب الاجر وقد استدل به فقهاء الحنفيه والمالكيه على ان من ابتدا بالمندوب وجب عليه لان عمر قال ان الله لم يفرض السجود الا ان شاء وذهب الشافعيه والحنابله الى ان من ابتدا بالاعمال المستحبه يجوز له قطعها ولا يجب عليه اتمامها وذلك لأنها مستحبة ومن حقيقة المستحب جواز تركه نعم حسن الله إليكم قال رحمه الله كتاب تقصير الصلاة عن ابن عباس رضي الله عنهما قال أقام النبي صلى الله عليه وآله وسلم بمكة تسعة عشر يقصر يصلي ركعتين قال ابن عباس رضي الله عنهما فنحن اذا سافرنا تسعه عشر قصرنا وان زدنا اتممنا قوله هنا اقام النبي صلى الله عليه وسلم بمكه تسعه عشر يقصر المراد بالقصر اداء الصلاه الرباعيه كالظهر والعصر والعشاء بركعتين و في هذا الحديث ان المسافر يقصر الصلاه الرباعيه وفي الحديث ان من اقام اقامه لا يدري متى ينصرف منها فانه يجوز له قصر الصلاه كفعل النبي صلى الله عليه وسلم وهذا الحديث يتحدث عن اقامه النبي صلى الله عليه وسلم في مكه بعد فتحها وقد قال طائفه من اهل العلم بان من اقام فعزم الاقامه لمده تسعه عشر يوما جاز له قصر الصلاه ومن هنا اخذوا انه ان زاد عن ذلك لم يجوز له ان يقصر الصلاه كما هو قول ابن عباس رضي الله عنهما والجمهور يحملون الحديث على من لم يعزم الاقامه وانما بقي من اجل اتمام عمله فقد اقام النبي صلى الله عليه وسلم بمكه من اجل سكون الاحوال واستقرارها وامن الناس فلما حصل مقصوده ارتحل راجعا الى المدينه. اثابكم الله قال عن انس رضي الله عنه قال خرجنا مع النبي صلى الله عليه واله وسلم من المدينه الى مكه فكان يصلي ركعتين ركعتين حتى رجعنا الى المدينه قيل اقمتم بمكه شيئا قال اقمنا بها مع النبي صلى الله عليه وسلم عشرا نقصر الصلاه قوله خرجنا مع النبي هذا في وقت حجه الوداع في وقت حجه الوداع وفيه خروج الناس مع صاحب الولايه ومع اهل الفضل وقوله فكان يصلي ركعتين ركعتين فيه مشروعيه قصر الصلاه الرباعيه في الاسفار وقوله اقمنا عشرا اراد به اربعه ايام اقامها في مكه قبل الحج ويوم التروية في ميناء ويوم عرفة في عرفة ويوم العاشر والحادي عشر والثاني عشر والثالث عشر في ميناء وبقية اليوم الثالث عشر إلى فجر اليوم الرابع عشر في المحصب فهذه عشرة أيام وبالتالي ظهر لنا أنه لم يعزم الإقامة الا اربعه ايام وهي الايام التي كانت قبل الحج واما بقيه الايام فكان يتنقل فيها وبالتالي لم يكن هناك عزم بالاقامه فان قال قائل لما حصرتم هذا بالاربعه الايام قلنا الاصل ان الصلاه لا تقصر الا حال التنقل بقوله تعالى واذا ضربتم في الارض فليس عليكم جناح ان تقصروا من الصلاه ففهم منه ان من لم يضرب في الارض فعليه جناح اذا قصر الصلاه فعلى مقتضى الايه ان من اقام ولو ليوم وجب عليه اتمام الصلاه ولكن لورود هذا الحديث أنه عزم الإقامة أربعة أيام ومع ذلك قصر قلنا بجواز القصر لمن عزم الإقامة أربعة أيام وأما من أقام بغير نية عازمة على الإقامة إنما يحتاج لقضاء حوائجه ولا يدري متى تنقضي فهذا يقصر وإن طالت به المدة كما في حديث ابن عباس المتقدم نعم أحسن الله إليكم قال عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما قال صليت مع النبي صلى الله عليه وسلم بمن الركعتين وأبي بكر وعمر رضي الله عنهما ومع عثمان رضي الله عنه صدرا من إمارته ثم أتمها نعم قوله هنا صليت مع النبي صلى الله عليه وسلم بمنى ركعتين فيه مشروعيه قصر الصلاه الرباعيه عند الاسفار وان الاقامه المؤقته لا تمنع من قصر الصلاه وفيه ان الحجيج يقصرون وقد وقع الاختلاف في اهل مكه هل يقصرون في منى لكون منى ليست بعيدة عن مكة فلا تبعد عنها مسافة القصر فقال بعض الفقهاء بأن أهل مكة يقصرون وهذا القصر لا يجعلونه للسفر وإنما يجعلونه نسكا كما قال بذلك طائفة من الحنفية وجمهور على أن أهل مكة يتمون الصلاة في ميناء واستدل الأولون أو استدلوا بما ورد أن النبي صلى الله عليه وسلم صلى بالناس فقصر الصلاة فاقتدى به أهل مكة فأمرهم النبي صلى الله عليه وسلم بإتمام الصلاة وقال إنا قوم سفر يعني مسافرون وقالوا بأن هذا الحكم شملهم في اثناء ذهابهم الى منى ومزدلفه وعرفه والاولون قالوا بانه امرهم بالاتمام في مكه ولم يامرهم بالاتمام في منى وعرفه والاخرون قالوا بانه اقتصر على امرهم الذي امرهم به في مكه ولذا فان قصر عموم الناس في مكة أو لا وأن إتمام أهل مكة في منى وعرفة أو لا وأما بالنسبة لجمع صلاتي الظهر والعصر في يوم عرفة فإنه مشروع للجميع وذلك لأن الأسباب التي يجوز بها الجمع أكثر من الأسباب التي يجوز بها القصر فإن القصر لم يأتي الا في حال السفر لم يأتي الا في حال السفر واما فعل عثمان رضي الله عنه فالذي ذكره اهل العلم ان عثمان تزوج في مكه فكان له اهل في مكه فرأى انه بما انه من ممن تأهل في مكه لم يجوز له قصر الصلاة وبهذا استدل الجمهور على ان اهل مكة لا يقصرون في المشاعر. نعم. احسن الله اليكم قال عن حارثة بن وهب الخزاعي رضي الله عنه قال: صلى بنا النبي صلى الله عليه وسلم ونحن اكثر ما كنا قط وآمن بمن الركعتين. في هذا الحديث ان قصر الصلاه غير مرتبط بحال الخوف فان الله تعالى قال واذا ضربتم في الارض فليس عليكم جناح ان تقصروا من الصلاه ان خفتم ان يفتنكم الذين كفروا فلم يفهم من هذا ان القصر مختص بحال الخوف بل يجوز مع حال الامن وفي الحديث ايضا من الفوائد مشروعية قصر الصلاة للحجيج عند إقامتهم بميناء ثابكم الله قال عن عبد الرحمن بن يزيد قال صلى بنا عثمان بن عفان رضي الله عنه بمنى أربع ركعات فقيل ذلك لعبد الله بن مسعود رضي الله عنه فاسترجع ثم قال صليت مع رسول الله صلى الله عليه وسلم بمن الركعتين وصليت مع ابي بكر رضي الله عنه بمن الركعتين وصليت مع عمر بن الخطاب رضي الله عنه بمن الركعتين ثم تفرقت بكم الطرق فيا ليت حظي من اربع ركعات ركعتان متقبلتان نعم في هذا الحديث مشروعيه قصر الحجيج للصلاه الرباعية في منى وأنه فعل النبي صلى الله عليه وسلم وفعل صحابته وفي الحديث الثناء على أبي بكر وعمر مشروعية الاقتداء بهما والسير على طريقتهما وفي الحديث تأول عثمان لموضوع إتمام الصلاة وأن الصحابة لم يوافقوه على ذلك ولذا استرجع ومعنى فاسترجع انه قال انا لله وانا اليه راجعون وفي الحديث ان ترك السنه مما يسبب الاختلاف والتنازع ولذا قال ثم تفرقت بكم الطرق اثابكم الله قال رحمه الله عن ابن عباس رضي الله عنهما قال كانوا يرون ان العمره في اشهر الحج من افجر الفجور في الارض ويجعلون المحرم صفرا ويقولون اذا برا الدبر وعفى الاثر وانسلخ صفر حلت العمره لمن اعتمر قال وقدم النبي صلى الله عليه وسلم واصحابه لصبح رابعه مهلين يلبون بالحج فامرهم النبي صلى الله عليه وسلم ان يجعلوها عمره الا من معه الهدي، فتعاظم ذلك عندهم فقالوا يا رسول الله اي الحل؟ قال الحل كله. قوله كانوا يعني اهل الجاهليه يرون العمره في اشهر الحج وهي شهر شوال وذي القعده وعشر ذي الحجه يرونه من افجر الفجور لانهم يرون ان المشروع أن يأتي الإنسان بعمرة في سفرة مستقلة عن سفرة الحج ولذا يعيبون على من جمع بين عمرة وحج في سفرة واحدة هكذا كان أهل الجاهلية فرفع هذا الحكم وجاءت الشريعة بمشروعية جمع الحج والعمرة في سفرة واحدة كما قال تعالى فمن تمتع بالعمره الى الحج فما استيسر من الهدي قوله ويجعلون المحرم صفرا يعني ان اشهر التحريم وهي اربعه اشهر ذو القعده وذو الحجه ومحرم وشهر رجب وكان القتال فيها محرما شديد التحريم ولذا كانوا يتحيلون على ذلك بتأخير تحريم شهر محرم فيجعلونه في صفر وبالتالي يؤخرون الأشهر شهرا وهو المراد بقوله تعالى إنما النسيء زيادة في الكفر مراد بالنسي تأخير الأشهر شهرا وبالتالي هذا الحكم ألغته الشريعة ومنعت من تبديل الاشهر وأوجبت احترام الاشهر القمريه ووضع كل شهر فيه ما يتعلق به من الاعمال التي تجعل فيه ولذا فان من الواجب على الناس ان يحافظوا على هذه الاشهر لتعلق كثير من العبادات بها من صلاة كصلاة العيدين ومن زكاة لان الزكاة مقدره بالسنه القمريه الهجريه ومن الصيام والحج وقال ويقولون يعني ان اهل الجاهليه يقولون اذا برا الدبر وعفى الاثر وانسلخ صفر حلت العمره لمن اعتمر اي انهم كانوا يمنعون من العمره في الاشهر الحرم وكانوا يرون ان محرم من الاشهر الحرم فيؤجلون المحرم لياخذ شهر صفر ولذا يمنعون من العمره في شهر صفر وكانوا يتشاءمون من شهر صفر وذلك لانهم في الجاهليه يمتنعون عن القتال في الاشهر الحرم حتى محرم فاذا جاء صفر كانوا قد استعدوا للعود على ما كانوا عليه من الاقتتال وسفك الدماء وانتهاك الحرمات وقال وقدم النبي صلى الله عليه وسلم يعني الى مكه في سنه حجه الوداع لصبح رابعه أي في اليوم الرابع من شهر ذي الحجة مهلين أي قد رفعوا أصواتهم بالتلبية ويلبون بالحج أي أن تلبيتهم بالحج فقط بدون أن يعني يذكروا معه عمرة على شأنهم في الجاهلية أنهم في وقت الحج لا يأتون إلا بحج فقط ولا يجوزون أن يجمع معه العمرة فأمرهم النبي صلى الله عليه وسلم أن يقلبوا نسكهم من حج الإفراد إلى التمتع لمن كان لم يسق الهدي فأمرهم النبي صلى الله عليه وسلم أن يجعلوها عمره فيقلب النسك من الإفراد إلى التمتع فيطوفون ويسعون ويقصرون ويتحللون واذا جاء اليوم الثامن عادوا الى الاحرام احرام الحج مره اخرى الا من كان معه الهدي فانه يبقى على احرامه لقوله تعالى ولا تحلقوا رؤوسكم حتى يبلغ الهدي محله قال فتعاظم ذلك عندهم اي راوه امرا شنيعا عظيما وذلك انهم ياتون بعمره في اشهر الحج وهم كذلك قد لبوا بالحج فقط فكيف يقلبونه الى ان يجعلوه عمره وقال فقالوا يا رسول الله اي الحل يعني اذا طفنا وسعينا وقصرنا ما هو نوع الحل الذي يجوز لنا؟ هل هو التحلل الاول بجواز تغطية الراس ولبس المخيط او هو التحلل الثاني الذي يحل معه حتى امر النساء فقال النبي صلى الله عليه وسلم: الحل كله اي يشرع او يكون في شانكم الاحلال التام حتى تحل لكم نساؤكم. قد استدل الامام احمد بهذا الحديث على جواز قلب نسك الافراد الى التمتع حتى ولو كان الانسان قد دخل في الاحرام حتى ولو شرع في الطواف لامر النبي صلى الله عليه وسلم بذلك وفقهاء الظاهريه يرون ان هذا واجب ان كل من قدم قبل يوم عرفه فطاف وسعى قالوا ينقلب نسكه مباشره من الافراد والقران الى التمتع شاء ام ابى بينما احمد والحنابله يرون ان هذا على الجواز و استدل الظاهرية بوجود الامر لان النبي صلى الله عليه وسلم قال فامرهم فامرهم النبي صلى الله عليه وسلم قالوا والاصل في الاوامر ان تكون على الوجوب والحنابلة يرون ان الوجوب كان على الصحابة خاصة واما من بعد الصحابة فانه مستحب لهم ليس بواجب ولذا ورد في صحيح مسلم من حديث ابي ذر رضي الله عنه قال كانت رخصه لنا اصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم والجمهور يقولون بالمنع فلا يجيزون لمن قدم مفردا ان يقلب نسكه الى التمتع وذلك انهم قالوا الحج اعلى شانا من العمره فكيف نحول الاعلى وهو الحج لان يكون اقل وهو العمره ولكن ما دام ان الحديث قد ثبت في هذا من طرق متعدده فنحن نقول بمقتضى هذه الاحاديث فنقول بمشروعيه تحويل نسك الحج الافراد الى التمتع بارك الله فيكم وفقكم الله لكل خير جعلني الله واياكم من الهداة المهتدين هذا والله اعلم وصلى الله على نبينا محمد وعلى اله واصحابه واتباعه وسلم تسليما كثيرا الى يوم الدين